بس انا المره الوحيده اللي قلت لازم اروح والف لفه بالسياره في الدوار يعني تاثر نفسي لان عندي اصدقاء كثير من الخليفه اصدقاء دراسه اصدقاء عمل يعني صديقي الرئيسي في امريكا اللي كنت عايش معاه من الخليفه وسلمان ويسمعني الان لو انا ام بسام الحين اجيك مو بلازم اسب ام بسام اقول انا ما نقدر نستعمل اصلا كلمات اللي يستعملون نقول الموت لآل الشاعر رأسا أي واحد من عيلة الشاعر بيجي بيقول تخسي ما لا الموت واللي يحبون بيت الشاعر أنا أحب أم بسام وفلان يحب أكيد ما بيرضون فاللغة صار في يعني اللغة لغة صراحة يعني هذه غريبة علينا إحنا في البحرين إحنا والله كنا نسمعها يعني ويعني يعني يعني اللي ما يحب بيحب الغصب لأن ما يرضى حد ينسب قدامه إحنا عيالنا مع إحنا وخاصة يعني عائلة الخليفة عائلة كريمة صار لها 250 سنة في البحرين وأعدادها بالآلاف مو بتقول واحد اثنين فتتكلمت عن يعني مكون أساسي لمجتمع البحرين هم لهم عوائل هل كانوا يقبلون وأنا قلتها في مداخلة هم لهم عوائل كلهم بالتليفون من أسبوع ناس يعني انتقدوني إن أنت قلت لهم ترضون لو رموزكم نعمل كذا وكذا قاموا علي بتليفونات شلون تتجرأ تذكر اسم فلان وشلون أنتوا حين سامي جماعتنا كأنه يعني تذكرون هذا اللي يعني فهذه يمكن التأكيد الشيخة على هاي الأساسيات إن حكم الخليفة ما عليه أي خلاف جلالة الملك هو يعني المقرر النهائي مثل في الشركة احنا لازم في تشيرمان لازم في رئيس مجلس إدارة هو سدة الحكم قراره نافذ ما في نقعد نماطل خلاص نقترح اقتراحات وافقنا على كذا ما وافقنا على كذا خلنا نمشي جماعنا بني دولة بلدتنا بسام صغيرة لو تحاتين لجانب الامريكان احنا كم مليون وربع نصهم شعب ونصهم 600,000 تقريبا البحرينيين نصهم يهال وحريم في البيوت فدولة صغيرة جماعة يعني لازم بسهولة نمشي قدام يعني ما عندنا أي معوقات مثل دول ثانية كبيرة فهاي حبيت أتأكد عليه إن التأكيد على الأصول هاي الوطنية والتأكيد على الميثاق والدستور والبعد الاقتصادي جماعة إذا في أي مسيرات في المستقبل تعبنا مسيرات بس إذا في أي مسيرات حتى لو كانت مرخص لها لتيون المنطقة الاقتصادية البحرين كبيرة عندكم من الصغير للزل عندكم المنطقة لا يسمح هذه يعني معروف شيء معروف أنا سألت الأمريكي سألت الأمريكي هذه قلت له مسموح في أمريكا يقول نحطهم في السجن إذا يسكرون هاي أمن قومي بالضبط. لما الاقتصاد يضر أمن قومي فالرجاء أن أي اعتصامات وإن كانت مرخصة تبتعد عن الشريان اللي مثل ما تفضلتي من المطار إلى السعودية منطقة السيف منطقة الاقتصادية بعدوا عنها جماعة عطوا صورة حضارية أنت لفيتي بالسيارة بسام لا والله يعني أنا لفيت من باب القهر لأن اقتهرت يوم قلت لا لف وبغينا معي ثلاثة أربعة من الشباب زي ما ما سوينا حرب أهلية من اللي شفناه بغينا نعتدي إحنا نفسنا لأن الصيلش حرقة على أنه كأنه يعني مع احترامي على الجماعة كلهم اللي موجودين كانوا كأنك في يعني يوم عزة عيش وخيام ومحاضرات ما عليش على عيني وناس وراسنا هاي وقت محرم وقت ثاني ف البعد عن الاماكن الاقتصاديه يعني هذه الامور يعني ان شاء الله لما خلينا احنا ان شاء الله احنا قبل الحوار شيخه قبل ايه الحوار ايه قبل يصير اي حوار خرجنا من عنق الزجاجه الحمد نعم لله نعم يعني ان شاء الله نقدر نواصل واكيد بنقدر نواصل يعني هاي الامور لها وقتها بنناقشها اكيد ان شاء بس الله احنا والنقطه الاخيره ايه ان انت تطرقتي في مقالك اليوم الاعتذار شيخه كثير من زعامات المعارضه او المحتجين ترى سووا أشياء ما قد صارت في العالم الزج بالأطفال الزج بالمستشفيات فلازم رؤوس اللي كانت تمثل هذه الجماعات والصحفيين اللي يمثلونها ما يقولون في التلفون بالخش على مثل ما تفضلت يطلعون بالتلفزيون بالإذاعة يقولون سامحونا جماعة اللعب اللي صار في الأطفال مع الأسف شيء يعني أي قانون دولي يسجن مع الأسف أستاذ عاطف يعني إلى الآن إلى هذه اللحظة إلى آخر بيان ابدا ما في ذكر للي حدث من الجانب الاخر يعني ما في حوار يطالبون ما في حوار الى الان ما في حوار اذا ما يطالبون باطلاق السراح اللي تسببوا فيها الغرقه ذي كلها يطالبون يعني بالدوله انها تبدا الحوار لكن انت ايش قدمت من ذيك الايام لليوم نعم ايش قدم في مقوله حق يمكن انهي بحق الرئيس الامريكي دائما يقول اللي هو رئيس كندي معروفه لا تسال الدولة ايش قدمت لك أنا اسأل انت ايش قدمت حق الدولة فالجماعة اللي احتجوا
مطالبات مطالبنا انت بعد مسائل مسؤول، فمو بس تتكلم عن جانب المطالبات، تتكلم عن مسؤوليتك تجاه وطنك. هذه فالاعتذار للاطفال للعجائز في البيوت ام بسام، امهاتنا العجائز والله ينرثي لحالهم، تعبوا في هالشهر اللي طاف. فالاعتذار حق الاطفال، حق العجائز، حق المقيمين، المقيمين مساكين تبهدلوا. نعرف احنا جانب يشتغلون عندنا، سفروا عائلاتهم من اسبوعين، اللي سفرهم دبي، اللي سفرهم قطر، اللي سفرهم لندن، وراهم مدارس هالاطفال، وراهم امور. فهاي لازم نعتذر لهم رسميا، نقول جماعه سامحونا، هاي مو مشكلتكم. يعني الورود اللي قدمت يعني كانت كلام فاضي، لا يتماشى ابدا، يعني تتماشى ذي الصوره مع الوضع اللي فعلا عشناه كل هالشهر اللي طاف. ان شاء الله الله لا يعود هالايام على البحرين وتكون اخر احزانها ان شاء الله. انا شاكره لك استاذ عاطف على يعني احنا القينا الضوء حول مساله وايد مهمه اللي هي الاعلام الاجنبي ومدى تاثيره على السياسه الغربيه حتى تحديدا والاسيويه. احنا بعد نقفل دائما نعم الجوانب نعم الاخرى وهذه راح اتطرق لها بعدين، بس بالفعل تجربتك انت في يعني كفرد وحاولت تتاثر وتغير بالفعل احدثت. انا اتصور ان كثير بالامكان القيام فيه من هالصحوه اللي صارت عند الشباب اللي ما كانت موجوده قبل، اللي غافلين عنها، الحين بداوا يقرون ويتابعون ويتعلمون. نعم. وفي يدهم الكثير وعندهم يملكون المهارات، يملكون اللغه، يقدرون يسوون فرق وايد يحدثونه لو انهم شوي تحركوا. راح نكمل في محاور ثانيه. انا شاكره لك. اشكر لك الوقت الشيخه، والله يوفقكم ويسدد خطاكم ويوفق البلد والجلاله الملك ان شاء الله لما فيه خير الوطن ان شاء الله. شاكره لك. احنا باقيين معاكم اعزائي المشاهدين، تو الناس لا تروحون، نطلع نشوف تقريرين ونرجع بعد شوي. اعاده الاستقرار والنظام وفرض الامن ليتمكن الجميع من العيش بسلام تطلب جهودا كثيرة وتطلب إعانة من إخواننا في دول مجلس التعاون على أن تكون هناك قوات من درع الجزيرة حسب الاتفاقيات الدفاعية والأمنية بين دول المجلس، وتتواجد هذه القوات في البحرين ليس لأي تعامل أمني مع أي من شعب البحرين، بل هي هناك لحماية المؤسسات وحماية الأماكن الحيوية في مملكة البحرين، وهذا هو دورها ودرء أي خطر خارجي على البحرين قد لا سمح الله يحدث له. مهمة قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين، وهذه تحددت من القيادة العسكرية والسياسية في مملكة البحرين، هي تأمين المراكز العسكرية الرئيسية من قواعد بحرية وجوية ومعسكرات خارج المدن، وليس لها أي دور. سبق وأن قلنا ليس لها أي دور في شأن الأمن الداخلي. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية. شفنا التقريرين مع بعض، تحركات الدبلوماسية لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد، وتصريح إذا ألفظ صح الإزيمع قائد قوات درع الجزيرة. اللي صار في الفترة الأخيرة هذه التحركات هي الأخرى أيضا إلى جانب الإعلام استطاعت أن تقلب الموازين مرة أخرى، والتأييد اللي حصلت للبحرين في الآونة الأخيرة ما هي من فراغ، هي من هالتحركات هذه. يعني إذا من بعد ما كان ضبط النفس، وضبط النفس هو اللي كان يقال للدولة ولمملكة البحرين، الاتحاد الأوروبي قال آخر شيء يدعو المعارضة لعدم إثارة الفوضى، عمرو موسى عبد الحليم خدام صرحوا، جامعة العربية وسوريا والأردن ومصر كلهم صرحوا بأن الحوار هو الأمثل وعدم إثارة الفوضى. الصورة هذه انقلبت يعني ما جات من فراغ. أعتقد التحركات الدبلوماسية كان لها أثر. إحنا كنا بطيئين في البداية، لكن أتصور أن في وايد شغل صار يعني يشكر عليه الجميع. بتكلم عن دور مجلس التعاون. دور مجلس التعاون يعني درع الجزيرة كثير طلع حكي عليه، أن قوات السعودية والقوات السعودية، أول شيء هاي قوات درع الجزيرة لما تدخل
أنت ما تفرق فيها بين كويتي وبحريني وإماراتي، كلهم يرتدون نفس الشعار تحت قيادة واحدة. ودرع الجزيرة فيها اتفاقية أمنية اللي فيها بند لحفظ السلم والأمان، وحالة حال حلف الناتو مثل ما قلت أنا في مرة سابقة أرد أكرر، حلف الناتو عبارة عن حلف، عبارة عن قوة عسكرية لمجموعة أعضاء، دول أعضاء لهم قوة مشتركة. نفس الحال ينطبق على مجلس التعاون وينطبق على درع الجزيرة اللي هي الذراع العسكري لمجلس التعاون. حفظ الأمن والسلام في دول حلف شمال الأطلسي ينطبق عليها حتى أنها تدخل كقوة عسكرية لحفظ أي اضطرابات تحدث في أي دولة من الدول الأوروبية. لما في 1992 كان في اضطرابات بين البوسنة والهرسك، دخلوا حلف الناتو لحفظ الأمن ما بين هالجهات اللي كانت تتصارع في دولة واحدة، ما حد قال شيء. الحين قاعدين تقولون أن ما له هالصلاحية، لا له الصلاحية. ونفس الشيء الشيء الثاني اللي قلب الموازين أيضا وجعل أن والله حلو على قلبهم دخول درع الجزيرة، ما حد يعترض، ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية اللي شوي ما كانت واضحة في البداية بس بعدين وضحت موقفها. بقرأ لكم هاي الخبر، أن قبل يومين بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز رسالة إلى الرئيس الصيني تتناول علاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في جميع المجالات. سلمها له الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، وحط خطين هنا على هالتحرك عشان لا دلالات، الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز خلال استقبال الرئيس الصيني له ليلة أمس، أول أمس، هذه قبل يومين بس. والتقى الأمير بندر بن سلطان أمس وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية وزير الخارجية الصيني يانغ جي تشي، الذي أعرب عن استعداد بلاده للعمل مع المملكة العربية السعودية من أجل مواصلة تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتحقيق تطور أكبر العلاقات الصداقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، مؤكدا تفهم بلاده ودعمها الجهود المبذولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. هذه التحرك من قبل المملكة العربية السعودية كان تحرك وايد ذكي. أتصور أن إحنا مفروض يعني نبتدي نتحرك على سلة تحالفات بدل ما يكون كل التحالف على جهة واحدة. الولايات المتحدة الأمريكية قرأت هذا التحرك قراءة جيدة، لذلك على طول في نفس اليوم صدر تصريح لهيلاري كلينتون تقول فيه أن درع الجزيرة ليست قوة أجنبية وتدخلها مشروع. وأيضا يعني عشان نعرف بس إحنا لما إحنا عندنا إيش كثر أوراق إحنا نقدر نستخدمها، بس إحنا اللي ما قادرين نتصرف بشكل سليم. بس أتصور أن اللي حدث هزة لكل الأطراف نجحت في أنها تغير كثير من المفاهيم وال يعني الأمور اللي انعكست في صالحنا. يعني أنا بعد بأكد على الدور الأمريكي هني في هالفترة هذه، أحب أتطرق له وراح نتطرق له بعد شوي مع ضيفنا اللي راح يكون الدكتور عادل عبدالله. بس قبل يعني أتكلم على الدور الأمريكي شلون كان متذبذب، يعني مرة يعطي تصريحات تخلي الأطراف الثانية اللي في الدوار كانت تصعد في مطالبها وتلجأ حتى للعنف، ومرة ثانية يعطي تصريح إنه وفي نفس الوقت يعطي تصريح ضبط النفس للدولة. بعدين تشوف التصريحات في خلال 24 ساعة ثلاث أربع تصريحات متضاربة مختلفة، هذه لها دلالاتها ترى لازم ناخذ بالنا. وأعتقد أن مملكة البحرين انتبهت بشكل مبكر لهذه الأمور، لذلك كان دخول درع الجزيرة حاسم بدون ما فيها رجعة. ويجب أن تكون الدولة تظهر حزمها وقوتها وعدم ترددها، وإلا يؤخذ عليها، لأن سواء كانت أمريكا ولا غيرها في النهاية مع الطرف اللي هو ماشي صح وعارف ايش قاعد يسوي، رؤيته واضحة ومو متذبذب. في هالفترة هذه الجهود الدبلوماسية اللي قلنا عنها، الجهود الفردية مثل ما تكلم عنها الأخ، ما أدري إذا في اتصال معانا أم سلطان، في اتصال اللي مع أم سلطان راح تخبرنا عن تجربة أيضا شبيهة بتجربة الأستاذ عاطف عبد الملك، لكن يمكن لها يعني شكل آخر بالأشكال. أم سلطان رحب فيك معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. أشكركم بسام على هالبرنامج وعلى طرح هذا الموضوع.
الله يخليك. أم سلطان، نبي نعرف شنو